اهلا 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 استاذ جداوي. اهلا 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 اهلا. ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن، اتفضل. اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ. اتفضل يا استاذ، هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا. اهلا وسهلا، اهلا بيك، شرفنا حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 وعشرة يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا 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 ولا حاجة، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيدة زينب. شلاه ام هاشم. شلاه ام هاشم. انا دايما اصلي جمعة هناك. بس السيدة زينب ده حي جميل، فيه روحانيات كده وحاجة جميلة الحقيقة. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده، حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ ستة. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. ستة. لا حول ولا قوة الا بالله. ستة، يبقى احنا قلنا كده يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه؟ 60 و60، 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام، والله يا جداوي بيه، والله ولا لك علي يمين. انا عندي عيلين خربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40. ايوه كده، ال 40 يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ مستعجل الحكومه دي، مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه، الواد عدي ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. أي والله جداوي بيه 3,000 جنيه وعلياء 5. قال إيه؟ إيش الكوافير؟ إيش مش عارف بتعمل إيه؟ اللي عارف الحاجات بتاعة العيال الصغيرين دول. نوتي ما أنا هما كأنا نسيت. 200,000 جنيه. أيوة. وأرجوك أرجوك يا مرجان بيه، عندي فلوس بعد ما أمشي، أنا مش عارف أشتغل. أنا آسف أنا آسف أنا آسف. هما ولادك بياخدوا دروس خصوصية؟ نحلين وبري. مصيبة الدروس الخصوصية، كارثة والله، كارثة فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات. خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعة في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطة. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركة اقتصادية محترمة، اوراقها محترمة، ما
فيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحتو هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربيه الاستاذ عدي الجديده وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعي انا برضو؟ لا اصله كان عايز يركب عربيه 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان ام حسن. بس الواد عدي ده مرزق وش السعد. كنت في العراق وام ولدته هناك. رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا يقول له هلا زباله هلا زباله. الرئيس صدام حسين يقول له هلا زباله هلا زباله. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليها بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن. امال رحمه جت والدتها هناك سميتها علياء. الملكه علياء طارت بيها. اي والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه انت بطاطا انت بطاطا. عملنا برضه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشية معانا ايه فلة. وقريب قوي حنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء. ايه مالك بتعاطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه. ايه ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا اونكل، عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. بابا يا دكتور. فرصة سعيدة جدا يا دكتورة. يا أهلا وسهلا. بابا إيه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان أنا ابن حلال وأم عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء أختي. آه صحيح. واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضرة. الأمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا أختك اسمها إيه؟ علياء. علياء آه. ما أنا أدخلها جامعة محترمة وأدفع لها فلوس قد كده. عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله وما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق نلحق البنت هناك. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. آه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضه؟ آه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا ضيعة؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة آه، حضارة. هي فعلاً أنا أول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية، حقيقة يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس. تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه يعني. علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول. واحدة من الساعة على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبة. أنا بديك صورة بس يعني، زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقة ويجيلك رعشة أروح حضنك على طول واقعد املس على شعري، هتلاقي نفسك زي الغريبه بالظبط. عدي بديك صوره يعني مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك هي اختك هتطير. سوري دكتور مايكل، يو دونت هاف ذا رايت تو سبيك تو هير ذات واي ايفن اف شي هاز ا ديفرنت اوبينيون فروم يورز. شي اولويز ديسجريز وذ ماي اوبينيون، شي از ا ترابل ميكر. كام داون بليز. We are not here to fight. We are here to discuss. الخناقة دي عشان إيه؟
عشان علياء بابا. امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا علياء؟ ولا هي اختك ليها اسم تاني بالانجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No. انت بتقول نو ليه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتوره جان بتاعتكم دي كانت متجوزه مين؟ اتجوزت ايهاب ودي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليله. معقوله يا بابا ما تعرفش ايهاب وجدي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا؟ ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل بيقعد يعمل كده بخشب كده. ايوه. ده ليه مقطوعات معروفه جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب وجدي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت تاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعه. هو كمان تقول لي ما تعرفش حاتم جمعة؟ ده عارف بتاع الكوره. بابا حاتم جمعة ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر، هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيده شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات، حزين عليه يعني. لا هو مات راخر، نازي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي؟ عارف يا بابا دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا ايه يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه، بس بصراحه الوحيده اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه الدكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتوره جيهان لما بتسمع الكلمه دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش انتوا تدينا انا دروس خصوصيه. النهارده هنعمل تجربه ديمقراطيه صغيره قوي، انا عايزاكم تقولوا رايكم فيا بمنتهى الصراحه وتاكدوا ان انا هقبل ارائكم دي كلها. سوري يا دكتور ما زعيش من اللي هقوله، يعني انا شايف ان حضرتك انسانه عصبيه جدا وساعات بتفقدي اعصابك وما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتوره جيهان انت انسانه متعصبه لرايك، بتعملي نفسك فري ومتحرره انما جواكي افكار رجعيه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه لا تليق باستاذه جامعيه، وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك. طب اعمل ايه؟ افتح عين محمد عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ كرايا يا اخ محمود الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق، وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي؟ ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش، احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتله دي، نفضي نفضي انت فله ايش